السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي الأعزاء، تلميذات وتلاميذ السنة الثانية ثانوي إعدادي، أجدد اللقاء بكم وأرحب بكم في هذه الحصة الثانية من درس مكون مادة التربية على المواطنة الحكومة. رأينا أبنائي الأعزاء في الجزء الأول كيف تتشكل الحكومة المغربية اعتمادا على بعض فصول الدستور المغربي، ثم رأينا كذلك التركيبة التي تعتمد عليها الحكومة المغربية من حيث نوعية الوزراء التي تتشكل منها، ثم حددنا بأن هذه الحكومة تعقد مجلسين، مجلس حكومي ومجلس وزاري، ورأينا كيف تتم أو يتم عقد هذين المجلسين. اليوم أبنائي الأعزاء سنحدد هدف هذه الحصة انطلاقا من الشاشة كما تلاحظون، أن تكتشفون معي أهم مراحل إصدار قانون حكومي. بطبيعة الحال ستتساءلون، رأينا في درس البرلمان بأن هذه المؤسسة الدستورية تشكل لنا السلطة التشريعية، أي القانون يخول لها الحق في إصدار وتشريع وسن القوانين، ولكن في بعض الحالات يمكن للحكومة المغربية أن تقترح مشاريع قوانين، أقول مشروع قانون أو مشاريع قوانين، بمعنى أن هذه المشاريع قوانين لن تصبح قوانين إلا بعد مرورها عبر البرلمان المغربي والمصادقة عليها بطبيعة الحال بالتصويت عن طريق الأغلبية، فتصبح قانون ثم ينفذ بعد ذلك من طرف الحكومة. في هذه الحصة سنتعرف عن مراحل إصدار مشروع القانون الحكومي. لتحقيق هذا الهدف سنعتمد أبنائي الأعزاء على وثيقة مهمة، وهي خطاطة كما تلاحظون توضح مراحل إصدار قانون حكومي، بمعنى سنعمل على ترقيم الخانات الموجودة ضمن هذه الخطاطة. فعندنا إعداد مشاريع القوانين من لدن المصالح الإدارية، رقم واحد. ماذا نعني من وراء ذلك؟ كل وزارة حسب الاختصاص لها الحق في أن تتقدم بمشروع قانون. فالمرحلة الأولى اقتراح مشروع قانون من طرف وزارة معينة، ولا بأس نقدم أمثلة على ذلك. مثلا وزارة التربية الوطنية، أي وزارة التعليم، لها الحق في أن تقدم مشروع قانون يخص الميدان التعليمي أو القطاع التعليمي في البلد، ولكن هذا المشروع القانون لا يصبح قانونا إلا إذا مر بهذه المراحل التي نعمل الآن على توضيحها وشرحها. ثانيا مشروع القانون الذي اقترحته الوزارة المختصة يعرض، إذن عرض مشروع القانون على المجلس الحكومي. بطبيعة الحال أبنائي رأينا عرض المشاريع على المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة، وحددناه وفق فصول الدستور بأن رئيس الحكومة هو الذي يرأس هذا المجلس، ويعقد كما حددنا سابقا كل أسبوع، بالضبط يوم الخميس من كل أسبوع، بعد التوافق الوزاري أي الحكومي حول مشروع القانون الذي تقدمت به الوزارة المعنية، لابد أن يمر بمرحلة ثالثة، يرفع مشروع القانون، ودائما أركز الحكومي، إلى المجلس الوزاري. لاحظوا معي عرض المشاريع على المجلس الوزاري، الاستثناء هنا أن المجلس الوزاري كما حددنا سلفا يرأسه جلالة الملك، إذن تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس بطبيعة الحال.
رابعا، إيداع المشاريع لدى مكتب مجلس النواب أو مجلس المستشارين. بمعنى آخر كمرحلة رابعة، يقوم رئيس الحكومة، لأنه هو المسؤول الأول في التنظيم الحكومي، بوضع مشاريع القوانين، وضع مشاريع القوانين لدى مكتبي، لاحظوا ليس مكتب واحد، مكتبي، مكتب مجلس النواب ومكتب مجلس المستشارين، إذن مكتبي البرلمان المغربي بطبيعة الحال. بعد وضع مشاريع القوانين لدى مكتبي البرلمان نمر إلى المرحلة الخامسة. بطبيعة الحال أبنائي الأعزاء، لماذا يمر عبر البرلمان؟ لمناقشته من طرف نواب ومستشاري البرلمان. لاحظوا مناقشة مشاريع القوانين في اللجان البرلمانية، كل وزارة إلا ولديها لجنة تمثلها داخل البرلمان المغربي بمجلسيه، مثلا لجنة المالية، لجنة الفلاحة، لجنة الداخلية، لجنة التربية الوطنية إلى غير ذلك. فكل مشروع قانون، مثلا اقترحنا في الأول مشروع قانون يخص التربية الوطنية أو قطاع التعليم، فلجنة التعليم أو التربية الوطنية هي المسؤولة على مناقشة هذا المشروع. بعد المناقشة نمر إلى المرحلة السادسة. إذن الخامسة مناقشة المشروع أو المشاريع القوانين. المرحلة السادسة تداول مجلسي البرلمان أي النواب والمستشارين في مشاريع قوانين قصد البت فيها. ما معنى البت فيها؟ أي التصويت عليها، بمعنى آخر التصويت على المشاريع القوانين بطبيعة الحال الحكومية. ما معنى التصويت؟ بمعنى مشروع القانون الحكومي ربما قد يرفض على المستوى البرلماني، وبالتالي يعاد مرة أخرى مراجعة هذا القانون ويمر بنفس المراحل التي سبق أن ذكرناها. ولكن في حالة التوافق حول هذا المشروع أو المشاريع القوانين وقبولها من طرف نواب الأمة، في هذه الحالة التصويت بالأغلبية بطبيعة الحال 50% زائد واحد، يعني 51%، نصف أعضاء مجلس النواب ونصف أعضاء مجلس المستشارين زائد عضو يعتبر الأغلبية المطلقة التي صادقت على ذلك. المرحلة السابعة، ركزوا معي جيدا، التصويت والمصادقة على مشاريع قوانين كذلك. المرحلة السابعة تليها مرحلة ضمنية، ولكن هذه المرة متعلقة بجلالة الملك، وترفع مشاريع القوانين إلى جلالة الملك قصد التوقيع عليها من طرفه، وهو الذي دستوريا يصدر الأمر بتنفيذ هذه القوانين التي أصبحت الآن قوانين ليست مشاريع، لأنها تمت المصادقة عليها في ظرف 30 يوما. بعدها يتم العمل على تنفيذ هذه القوانين من طرف الحكومة باعتبارها السلطة كما حددنا التنفيذية. سنقف عند هذا الحد، وأجدد اللقاء بكم في حصة قادمة إن شاء الله، وشكرا على المتابعة.